في فضاء، فضاء أحدثته استحدثته وزارة الثقافة الجزائرية، أطلق عليه فضاء غزة. هذا الفضاء سيقام على هامش هذا الصالون مجموعة من الأمسيات الشعرية والندوات الفكرية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وتطورات القضية الفلسطينية. كذلك سيعرض من خلال هذا الفضاء مجموعة من اللوحات التشكيلية التي ترسم أو تعد بأيادي وأنامل جزائرية تعبر عن تضامن هذا الشعب مع شقيقه الشعب الفلسطيني. الرقمنة والعولمة التي يتحدث بها العدو الصهيوني ثقافتنا، وإعداد وتشكيل رواية أو سردية خاصة به تكون تنهي أو تقضي على السردية الفلسطينية. لذلك نحن نسعى من خلال هذه التظاهرات أن نبرز الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية، بأنه الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه، ورواته وقاصي وشعرائه هم أكثر أو الأجدر بأن يقوموا بسردية هذه الرواية.